والله هذا الشتاء يعني طول، يعني أنا خايفة منه لأنه من هديش السنة، يعني هديش السنة لأني قضينا شتاء كتير يعني صعب، وأولادي يعني كتير مرضى لأنه لا بي صوبة لا بي يعني حرامات لا بي اسفنجات، يعني ما عنا شي، يعني حوشنا جتها قذيفة ونهدت ونهد، يعني الأغراض اللي بيها كلهن. كنا نطلع بس طلعنا شي مدة أسبوعين، ما حدا تحملنا، يعني ما حدا، يعني تعرف يعني إنه ما حدا يتحمل ولاد وما عجقة يعني كتير، ما مرتين ثلاث هجونا، ما عنا يعني بيت، ما عنا شي طول يعني نطلع عليه، ولا عنا إمكانيات نستأجر بيت ونقعد يعني. الموت حيطه بين عيوني، كل ليلة بقول الليلة بدي أموت، ما بخبي عليك، هو أساس البردة. ما لعن شي يعني يا ابني، والله ما لعن شي، يعني يكون سيدين بأرميد أشرف، أبر بالحياة أفضل.